الحمد لله تعالى ولي كل نعمة، الصلاة والسلام على سيدنا محمد المبعوث للعالمين رحمة، رضي الله عن آله وأصحابه الأئمة وارضعنا معهم ويا رب العرش العظيم. في السلسلة الفقهية الشرعية التي بدأناها منذ مدة، قد ذكرنا فيها أحكام الوضوء مفصلة وأحكام الغسل وأحكام التيمم وأحكام المسح على الجبائر وأحكام المسح على الخفين، وصلنا إلى أحكام الصلاة. ولكن لا بد قبل أن نبدأ بأحكام الصلاة من التنبيه والتفصيل في مسألة تتعلق بالإنسان حينما يكون في مرحلة عمرية من حياته، وهي مسألة فقهية شرعية حياتية مهمة. هذه المسألة هي تحول الإنسان في بداية شبابه من حال إلى حال، وأعني بذلك أن يكون طفلا فيصير رجلا، وتكون طفلة البنت فتصير امرأة، وهذا كله يكون بالبلوغ. سن البلوغ هذا هو السن الذي حد في الإسلام ليميز بين مرحلتين خطيرتين جدا، الثانية أعظم خطرا وضررا من الأولى، وهي أن يصبح الإنسان تام الأهلية. الآن في عصرنا الفقهاء والقانونيون يعبرون عن هذا بكلمة الأهلية، فلان تام الأهلية أم ناقص الأهلية. الأهلية في الشرع، قال إيش الأهلية؟ الأهلية أن يصبح هذا الإنسان ذكرا أو أنثى أهلا لتوجه خطاب الله تعالى إليه، بمعنى أن كل أوامر الله بتفصيلها صار هذا الإنسان ذكرا أو أنثى مطالبا بها. متى يكون هذا في الشرع؟ نتكلم دائما في مجالسنا كلاما شرعيا لا علاقة لنا بالتفصيلات القانونية أو غيرها. في الشرع يكون هذا بالبلوغ. ما البلوغ؟ البلوغ هو السن التي إذا وصلها الإنسان أصبح مكلفا شرعا ومحاسبا ومسؤولا أمام الله على أعماله. هذا البلوغ يا أيها الأحبة يعرف بعدة أشياء من الذكر والأنثى. فأما من الذكر فبالاحتلام أو نزول المني. إذا رأى الذكر الغلام احتلاما وجد بللا لم يخرج ومنيا بنفسه، لكنه استيقظ فرأى بللا وعرف وفهم أنه مني، فهذا هو الاحتلام، أو بإنزال المني نفسه. هذه هي المسألة الأولى التي يعرف بها بلوغ الرجل، بلوغ الشاب. الثانية بإنبات شعر العانة. العانة هو ما حول الفرج، يعني مكان خروج النجاسة بالنسبة للرجل، البول حول هذا المكان، هذا الشعر بالذات اسمه شعر العانة. فإذا نبت شعر العانة عند أكثر الفقهاء يعتبر هذا بلوغا أيضا. أو إنسان، المسألة الثالثة يعرف البلوغ بالمسألة الثالثة، إنسان زوجه أهله وهو صغير. قال ليش بيجوز؟ الذكر أنا عم بتكلم من عدد الأنثى. بيجوز؟ نعم يجوز. زوجه أبوه وهو صغير، فتزوج امرأة فأتاها فدخل بها، فإذا بالمرأة قد حملت، هو لم يعرف قبل ولا أخبر أهله، هو نفسه قد لا يكون يعرف أنه بالغ، لكنه وجد في نفسه قوة فأتى زوجته فحملت. حمل الزوجة دليل على بلوغه أيضا وأنه قد صار رجلا. إذن إما بإنزال المني أو الاحتلام، أو بإنبات شعر العانة عند أكثر الفقهاء، لأن الإمام أبا حنيفة لم يجعله من أسباب البلوغ نبات شعر العانة، وأؤكد شعر العانة بخلاف شعر تحت الإبط مثلا أو غير ذلك، أو حتى الشارب ليس شرطا في البلوغ. نعم، إنبات شعر العانة أو بإحبال المرأة، أو الرابعة ببلوغ وإتمام 15 سنة قمرية، أن يتم الذكر أو الأنثى 15 سنة قمرية.
فإذا أتم الذكر أو الأنثى 15 سنة قمرية، سواء احتلموا أو لم يحتلموا، رأوا منيا أو لم يروا منيا، حملت المرأة أو لم تحمل، فإنها تصبح بالغة. هذا في الذكر. في الأنثى، أهم ما يعرف به بلوغ الأنثى هو الحيض، الدورة الشهرية، نزول الدم منها. هذا أهم ما يعرف به بلوغ الأنثى. كذلك أيضا إنبات العانة، نبات شعر العانة بالنسبة للأنثى. ثالثا حملها، أيضا زوجها أهلها صغيرة ولم في ظنها أنها لم تر دما، فإذا بها تحمل من زوجها، فحملها من زوجها دليل على أنها بالغة، صارت بمثابة الأنثى الكبيرة. الرابع من شروط الحمل البلوغ بالنسبة للأنثى مثل الرجل، إتمام 15 سنة قمرية. هذا قول أكثر الفقهاء. وقال الإمام مالك رحمه الله تعالى إتمام 18 سنة قمرية، 18 سنة. هذا قول الإمام مالك وحده. جمهور الفقهاء قال إما الشروط الأولى المذكورة أو إتمام 15 سنة، وأؤكد دائما قمرية. الفرق، لعلكم سمعتم مني الفرق مرارا، السنة القمرية أنقص من السنة الميلادية، بالتالي اللي عمره 15 سنة قمرية عمره 14 سنة ونصف ميلادية. ابنك وبنتك إذا صار عمرهم 14 سنة ونص، رأوا بللا لم يروا بللا، طلعت له الدورة الشهرية ما طلعت له، نزل منه المني ما نزل منه المني، نبت شعره عانتي لم ينبت شعره عانتي، صارا بالغين مكلفين، الذكر والأنثى. على الميلادي نحن الآن للأسف ما نحسب إلا بالميلادي، ولا نعرف إلا الميلادي إلا ما رحم ربي. فمثلا الآن مواليد هذا الإنسان 2007 الشهر الأول، الله نحن 2021 الشهر الثامن، فهو إذن بالغ 14 و7 أشهر، بالغ. المواليد 2007 صار بالغا مكلفا شرعا، ذكرا أو أنثى. ماذا يترتب على هذا الكلام؟ يترتب عليه أمور كثيرة جدا وخطيرة جدا، وللأسف كثير من المسلمين ما أعرف يعني، سأذكر وجهة نظرهم وهي خاطئة. يترتب عليه أن هذا الإنسان الذي صار في 14 والنصف، وأحيانا قد يكون أقل، قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى أكثر أو أقرب من سمعت من النساء يحضن، نساء تهامة يحضن ل9 سنوات. هذه مسألة مهمة. قد يبلغ الرجل أو تحيض المرأة وعمرها 9 سنوات، ومن هنا تزوجت السيدة عائشة في مثل هذا العمر. تمام. طيب، فقد يكبر الإنسان في 9. قال هذا قليل، قليل صحيح، بالمليون واحد يحدث صحيح، لكنه يحدث. فإذا بلغ في هذه العمر فقد صار بالغا، وإن لم يبلغ ذكرنا الشروط. تمام. ذكرا أو أنثى، الكلام للطرفين للجهتين. يترتب عليه أمور عظيمة، وهي أن هذا الإنسان صار مكلفا بكل أحكام الشرع، فلو لم يصلي فإنه ظالم ظلما كثيرا كبيرا، وهو مرتكب للكبائر. هذه البنت إن لم تحتجب فهي مرتكبة للكبائر. ليش عم بقول الأمر خطير؟ لأنه البنت الله بتصير صف تاسع، بقول لك صغيرة. شلون يعني صغيرة صديقي؟ ما أعرف أنا كيف. إذا زوجتك تتزوج يعني. شلون صغيرة؟ المؤسف، وكم من قلتها ولا أزال أقولها، وبعض الإخوة قال مللنا وأنا مللت، لكن سأقولها إلى أن ينفلق هذا. ولو مليت أنت ومليت أنا، بدأت أن أقول هذا واجبي، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. بسمعوا الناس ما بسمعوا، بأتمروا ما بأتمروا، هاي شأنه. أنا واجبي أن أبلغ أينما حللت أينما كنت. البنت الآن تمشي مع أمها أطول منها لكن صغيرة، فهي بلا حجاب والأم خمار، والشابة بجانبها صبية أطول منها في الجسد، طلع عليها أطول من الأم، صغيرة يا أستاذ صف سابع، شاد عمرها يعني 13، قال إما يبالغ. جميل جدا. هذه أيضا مسألة فقهية مهمة.
العلماء يسمون المرحلة التي تسبق البلوغ مرحلة المراهقة، ولعلكم سمعتم مني هذا سابقا، يعني نقلا عن العلماء مسونا من المجتهدين، أنقل لكم ما قاله أهل العلم. هذه المرحلة في الشرع في الفقه الإسلامي هي ما قبل البلوغ. فإذا فرضنا أن هذا الإنسان بلغ في 14 فالثانية عشرة والثالثة عشرة وبداية 14 هذه مرحلة المراهقة. الآن مرحلة المراهقة في 40 عند الشباب والبنات، بتجوز بجي ولدين ثلاثة ولساته مراهق، طلع البنات وهي البنت قليلة الدين والأدب أيضا تنظر إلى غير زوجها، مراهقين صحيح، هذا عذر يعني شرع. المراهق شرعا ما قبل البلوغ، يعني صف سادس سابع ثامن، هذا مراهق، هذا مراهق. هذا في الشرع يعطى حكم البالغ في كثير من الأمور، بمعنى يعلم ما يعلم البالغ وإن لم يأثم. بمعنى لو فرضنا ما صلى لسه على الاسم ما دخل عليه، يعني ما تعذب بالنار، فرضنا مات هو لسه صف سابع وما هو بالغ ما تعذب بالنار، بل يجب علي كأب أو كأم أن أعلمه الصلاة وألزمه بها. أظنكم جميعا أو أكثركم قد سمع بالحديث الشريف الشهير الذي أخرجه الترمذي وغيره، مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. لماذا؟ لأنهم اقتربوا من مرحلة البلوغ اللي إيش؟ المراهقة. بدهم ضرب. مرة أخ عم يقول لي ابنتي لا تحتجب. في أي صف؟ صار في الصف الثامن، صف ثامن يعني 13 سنة وأكثر، كيف لا تحتجب يا أخي؟ قال مشان ما نضغط، إيش تضغط عليها؟ بده ضغط عليها، إيش نسوينا؟ بوس إيدها؟ للأسف إذا ما راحت على دورة بكرة تصير صف تاسع، إذا ما راحت على الدورة بتقتلك. وليه تحط لك مليون ورقة معك تروحي على الدورة؟ لا روحي على الدورة، دورة التعليم. أما على الصلاة والحجاب ما في مشكلة. إذا ما نزل على الشغل بطل من المدرسة، ولك ليش ما رحت على الشغل؟ أما إذا ما صلى خمس سنين ما في مشكلة. دين عظيم عند الآباء والأمهات، ملتزمون بالدين. ماذا تفعل أنت؟ أنت تقتل الإيمان في قلب. قال ما بدأ أجبره عشان ما تعلم. لك يا أخي ما هو قضية، ما هو كل نهار وكل دقيقة بدأ أضربه وأبهدله وعيط عليه. لكن مثلا يوم كامل، اليوم الثاني رأيته أو لاحظته لا يصلي تعال صلي، يوم الثالث ما صلى أضربه، ما هو ضرب مبرح. دائما تذكرون القاعدة الشرعية، ما في عندنا ضرب مبرح أبدا، ما في ضرب، يعني ما بكسره ولا بضربه بالعصاي، أضربه بشيء يؤلم ولا يؤذي، يعني بضربه بإيدي بس، مو كمان ما يدعي بعض السخيفين بعضهم طلاب علم يقول لك تضربه بالمسواك بالسواك، والله بعمل له بضربه سوا أحسن، أو ضرب تضحك على حالك تجد بيه أجدب. هذا مجنون، يعني في بعض للأسف طلاب علم لكن جدبان جدبان، هذا الواقع يعني. ضرب ضرب، لكن ضرب أحمل العصا وأضربه فأكسر لحمه أو أحشم عظمه، أعوذ بالله، لا ولا أجرحه ولا أي شيء، أضربه ها ألمته إيه؟ كسرت له لا، جرحته لا، ألمته بس. ثاني يوم ها وين دينك؟ وين الصلاة؟ قم إلى الصلاة. في اليوم الثالث يلا يا حبيبي بدي أعطيك مال. اليوم الخامس وهكذا. هذه التربية، ما التربية؟ هذه. أما وقبلوا اقبلوا بالأخير برفساكوا، هذا واقع أولادنا. وعم تشوفوا؟ أظن عم تشوفوا بنات وصبيان، هذا الواقع. يعني لا أريد، أنا دائما لا أحلم ولا أحب الأحلام ولا أحب الأوهام، واقعنا، لكن واقعنا حكيم، ديننا دين الحكمة. ليست القضية لا مسحا على الظهور ولا ضربا بالعصا والحجارة، القضية فهم، حسن تصرف، في قوة وفي رحمة، في شدة وفي ترغيب وفي ترهيب. طيب، فيجب علينا أن نفهم أبناءنا منذ أن يبلغوا العاشرة بأهمية الصلاة، البنت بأهمية الحجاب، وأؤكد عليها أحبتي، أؤكد عليكم، هذا أمر كما قلت شاهدته وأنتم تشاهدونه، الأب مواظب على صلاة الفجر لكن ابنته في صف تاسع لا تحتجب، إما بالغة قطعا أو على وشك البلوغ. المراهق أذكركم بقول الفقهاء يعطى حكم البالغين لا في الإثم وإنما في وجوب التعليم،
لسه ما دخل مرحله الاسم، بس يجب ان الزمه بالصلاه، ويجب كبنت ان الزمها بالحجاب. الزام الزام، ما في تلاوم في المسائل، ما في. قلت لك ضربت لك المثال، عاد في اشياء اخرى بتلزمه، لانه الشيطان بس بيدخل بقول لك ما تعلمه على القسوه مشان ما ينفر. ليش عم تعلمه بالقسوه في الدراسه؟ فهمني ليش؟ ايه مستقبله، المهم هو مستقبله، هو بده يروح على الجنه يساوي معه صك كتابه على الجنه، لا يصلي ولا يصوم. صحيح معه، وانا معه وانت معه، هذا كذب افتراء على الله، هذا اخطر من ذلك. لو ما درس، في كثير ممن لم يتعلم صار اغنى بعشر مرات من احسن طبيب في الدنيا. وين المشكله؟ اما من لا يصلي لو كان طبيبا او غير طبيب سيدخل النار ان لم يتوب، يتوب الله عليه. مسألة ضرورية. الآن مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع. لماذا أيضا؟ هذا يدل على أهمية مرحلة المراهقة، لكي لأن الإنسان في هذه السن يبدأ يشعر بالفرق بين الذكر والأنثى. ما عنده شهوة، ما يخرج منه مني، ما يخرج من هذا الحيض، لكن تبدأ تميز انه هذا صبي وانا بنت. اصغر من ذلك قد لا يميز، لا يفقه شيئا. في هذا الوقت يبدا يميز، لذلك فرقوا بينهم في المضاجع. سبحان الله. فمرحله البلوغ يكلف بكل شيء. مثلا قتل هذا الانسان، صار عمره 15 سنة ميلادي، نحن قلنا على الميلادي 14.5، 15 سنة قتل الانسان عمدا، يقتل هذا؟ ما في صغيرة، خلاص انتهى الموضوع. ما صام رمضان، هذا آثم عليه القضاء. صار معه مال، ورث من أبوه، عمره 15 سنة، وجب على من حوله أن يقولون أبوه ميت ومعه ملايين ورثان، إذا بلا الحج والمال يعرف يبدأ تعلم، سيعلم. ليش أنا لم أبدأ بأحكام الصلاة وخصصت هذا الدرس في هذه المسألة؟ هذه مسألة خطيرة. الآن أذكر شاب جاء إلي من عدة سنوات، يمكن من 5 سنوات، دخل إلي قال لي أستاذ أنا من قريب سمعت أنه إذا واحد خرج منه مني ده يتغسل. من كل عقله عم يحكي الشاب. قلت له ليش ما بتعرف؟ قال لي والله ما بعرف، ما حد علمني، أنا أبوي جاهل وأنا جاهل، ما بعرف شيء. قلت له ما بتصلي؟ قال ما بصلي. ده يتغسل؟ نعم ما بيعرف. طيب من سيعلمه؟ إذا ما جاء إلي أنا ما أستطيع أن أدخل بيتك يا صديقي، ما أستطيع أن أدخل بيتك، أنت الذي ستعلم ابنك وابنتك. أنت قلت لكم خجلت إيدي به إلى المسجد، في الأستاذ ليقول لك على شغلة، وشوشه لإمام مسجد للشيخ لمين من كان، قل له إذا تكرمت أنا خجلان ما عم بعرف أسلوب، أنت حاول تسكره بيا الأمور. طيب ما في حرج، أما هون ما بعرف شيء، بنت صار عمرها 16-17، الله ده تحجب بتشوفها مثل طلعة الروح، ما حاجت تحجب خلص، ما حدا تحتجب أبدا. والشاب ما تعلم على الصلاة، ما درج إليها، ما بعد ما صار شاب الآن بصراحة يعني تقول أولاد بضربك هو، هذا واقع موجود، ما تعلم على الصلاة، كيف سيتعلم هذا؟ مرحلة المراهقة ما قبل البلوغ أحبتي خطيرة خطيرة خطيرة، لذلك أهميتها كبيرة، بالتالي دربوا أبنائكم عليها. الآن بلغ كما قلت كل أحكام الشرع، صلاة صيام حج زكاة، إن فعل شرا حسب عليه، إن فعل خيرا أثيب عليه، وهكذا. فهذه الأمور يا أيها الأحبة ضروري أن نعيها ونتعلمها ونوجه ونلفت أنظار أخواتنا النساء إليها. في البيت يا أحبابنا الآن انقلوا هذا الكلام إلى بيوتكم. بالامس سال الاخ انه هالدروس نعم عم تنزل على النت، تابعها او شيء، اعطيها لزوجتك تسمعها او لابنتك او لابنك حتى يسمع احكام الشريعه. كما قلت قد اخجل انا من ابني، قد استحي من ذلك، تفضل اسمع فيسمع فيتعلم. العلم البارحه تذكرون في الحديث انما شفاء العي السؤال، يسال فيتعلم، إن لم يسأل أقدم له الجواب بدون أن يسأل فيعرف الجواب. فقدمت هذه القضية قبل أن ندخل في أحكام الصلاة لأنها مهمة جدا حتى لا نقع في المحذور. اللهم ارزقنا علما نافعا وقلبا خاشعا. الحمد لله رب العالمين.